تتلو الحقيقة يعني واحنا بنتكلم على حرب أكتوبر المجيدة، يمكن يوم 6 أكتوبر تحديدا هو يوم العبور أو يوم الاختراق ويوم المبادئة والمفاجأة، لكن الحرب استمرت طبعا لما بعد 6 أكتوبر. الحقيقة يمكن من المعارك اللي بتوقف عندها معارك كتير قوي وقصص بطولات كتير قوي الحقيقة، لكن معركة المزرعة الصينية تحديدا دي المعركة أثبتت بالفعل أنه مش فكرة المقاتل المصري معاه سلاح شكله إيه، فكرة هذا السلاح مين اللي بيقاتل بيه. بالظبط. يعني أنا أحب أسمع من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين والأجيال الجديدة، لأنه أنا ده يعني بشكل شخصي يمكن الأجيال الجديدة ممكن تكون مش مدركة حجم هذه القصص البطولية والتضحية وهذا المغزى، ده اللي احنا بنحاول نعمله. لو حضرتك تقول لنا وتقول للسادة المشاهدين قصة المعركة الصينية، معركة المزرعة الصينية. هي اولا ما اسمهاش المزرعه الصينيه يعني، صحيح. انا صح يعني قلت انا الاسم قلت الاعلامي قلنا المعروف. الكلام ده بس هو ده زي ما تقولوا مصطلح يعني مصطلح عليها، لكن مش هو ده التعريف الدقيق يعني. صحيح. طيب نقول شيء اسمها ايه، اسمها قريه الجلاء المصريه اصلا يعني، وكانت بتجهز وتعد للزراعه قبل حرب 67، وكانوا هيعدوا لها المايه من تحت القناه، وكانت المواسير جاهزه وهي اتجهزت وكل حاجه فيها كانت جاهزه كمنطقه تبقى زراعه للزراعه يعني. طيب اللي اطلقوا عليه المزرعه الصينيه ده لما جاء العدو الاسرائيلي فوصل للمكان ده، طبعا اللي هيرفع الميه اللي ماشيه من تحت القناه في مواسير ميه حلوه جايه من ترعه السويس اللي هي جايه من اسماعيليه بتروح السويس تدي له عشان السويس عشان ميه، فكانت بتعدي جزء منها في مواسير تحت القناه، فكان لابد من طرمبات رفع ضخمه ترفع الميه عشان تبقى في منسوب الارض اللي هتتزرع. الطرمبات دي الحقيقه كانت ياباني وبدعم ياباني ومبنيه في هذا المكان ومكتوب عليها باللغه اليابانيه وهي تشبه اللغه الصينيه، فاطلقوا عليها المزرعه الصينيه. ده المسمى. لكن هي قريه الجلاء المصريه او نقول عليها الدفرسوار شرق. دي النقطه الاولانيه. اما بقى بالنسبه للقتال في هذه المنطقه والمعارك الضخمه اللي دارت فيها، وانا لازلت بقول حتى الان والكلام ده بقوله، ان ما تم او ما حدث في هذه المنطقه من اعمال قتال من رجال الفرقه 16 بالكامل وخاصه اللواء 16 المشاه، مش وحده فرعيه بعينها، اللواء 16 بكامل رجاله وقواته في هذا المكان، لان هو كان الحد اليمين للجيش الثاني اليمناني، يعني هو الجانب الايمن للجيش، ثم بعد ذلك البحيرات المرة الفاصل، ثم الجيش الثالث. وكان في أقصى اليمين منه الكتيبة 18 اللي هي الكتيبة بتاعتنا احنا، هي اللي كانت أقصى اليمين في هذا المكان. حضرتك كنت متواجد؟ متواجد فيها. كنت فيها قائد ثاني سرية مشاة، قائد سرية المدافع المضادة للدبابات بتاعتها، لأن قائد السرية استشهد في أول موجة في العبور، الشهيد النقيب محي الدين أحمد رجب رحمة الله عليه. فده الموقع وأهميته وخطورته. ليه الحتة دي بالذات؟ احنا قلنا انها في أقصى اليمين في الفاصل، والعدو دايما بيحب يختار يعني في الفواصل بين الوحدات أو العناصر المقاتلة، ولم يتوقع طبعا ان هو هيقابل بهذا العنف أو وهذا القتال الصعب جدا في هذه المنطقة. قائد الفرقة الفريق عبد الرب النبي حافظ، قادة الألوية أنا برضو اتكلمت عليهم قبل كده، هم أربعة. القائد اللواء 16 كان العقيد عبد الحميد عبد السميع الله يرحمه يعني، الله يرحمه، هذا كان توفى. وقائد اللواء الثالث ده اللواء 16 اللواء عبد الحميد عبد السميع، اللواء الثالث هو في المنتصف من الفرقة الشهيد شفيق متر السدرك، العميد شفيق متر الصدراك قائد اللواء استوش العمليه. واللواء اليسار اللي هو 112 مشاه، وكان القائد بتاعه صاحب الساق المعلقه العقيد عادل يسري، عقيد اركان حرب عادل يسري. فهذه الاربعه شوفي حصل ايه. احنا من غير ما نحكي انا عماله الاقي اسامي بطولات، الشهيد صاحب الساق احنا من غير ما نحكي البطولات هي يعني الوضع هو ده اللي وقع. قائد الفرقه اصيب واخلي برضه فريق عبد ربه، ده من وريك العنف المعركه في هذا المكان. نبقى نيجي على اللواء بقى 16
كان قدام منه 2 نقط حصينه بتوع العدو. كان القرار بتاع قائد الفرقه، وده كل قائد له قراره، وفي عندنا في الجيش يعني او في القوات المسلحه القرار ده بيبقى ديمقراطي جدا يعني، لان بيتم عرض تقارير وناخد الاراء والمقترحات وفي الاخر القائد يقرر. فكان قرار قائد الفرقه ومصدع للقائد اللي هو ما ينهاجمهاش بالمواجهه، لان كانت هتبقى خسائر ضخمه جدا، لان محصنه موجوده على مدخل القناه في منطقه الدفرسوار في التقائها مع البحيرات الماره الكبرى. المهم يعني ايه اللي حصل، ان عندنا كلفنا ملازم خريج كليه حربيه لسه كان ساعه يعني حديث، الله يرحمه الشهيد محمد الخضري. طيب انتوا اللي اثرتوا النقط، فانا بقى ايه بقول لكم يعني شكل الاداره هنا كان ازاي. خلينا نقول اسامي على الهواء. طبعا فده الحقيقه عزل هاتان النقطتان العصينتان، هو يعني تمكن من عزلهم علشان ما يهربوش او يرتدوا، وده كان قرار القائد وتصدى عليه. وتمكن قعد 72 ساعه تقريبا محاصر هذه النقطه العصينه، الى ان صدر الامر للكتيبه 17. احنا اللواء 3 كتايب، الكتيبه 16 بقياده المشير مرحوم حسين طنطاوي رحمه الله عليه، والكتيبه 17 بقياده العقيد علي هلال رحمه الله عليه طبعا، والكتيبه 18 بتاعتنا المقدم احمد اسماعيل عطيه رحمه الله عليه طبعا.